طاب نهاركم من الـ LBCI نشرة الظهيرة، نبدأها كالعادة بأبرز العناوين. سليمان من بكركي: من كان ينادي بالرئيس القوي صحح المفهوم بالرئيس التوافقي. الرئيس الأسد في معلولة من دون مواكبة تلفزيونية حتى الآن. ووصول الصحفيين الفرنسيين المحتجزين إلى بلدهم. أهلا بكم. المسيح قام حقا قام. احتفلت الطوائف المسيحية الشرقية والغربية اليوم بعيد الفصح المجيد، وقد ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي القداس في بكركي في حضور رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان الذي جدد التأكيد رفضه التمديد لأنه غير ديمقراطي. وقبيل الخلوة مع الرئيس سليمان أكد الراعي أن كلمة فراغ غير مسموحة في قاموسنا وهي تعني الموت. كمن يوصي اللبنانيين قبيل مغادرته سدة الرئاسة وفي آخر زيارة رسمية له مبدئيا إلى بكركي، شدد الرئيس ميشيل سليمان بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على أن وحدة اللبنانيين هي الكفيلة بحماية الوطن. خلوة بين الرئيس والبطريرك امتدت 25 دقيقة ركزت على الاستحقاق الرئاسي وأهمية إجرائه في موعده. الطائف يجب تطبيقه وتحصينه برأي سليمان ومعالجة بعض ثغراته، والتمديد مللت الإجابة عنه. أنا يعني من أكثر من سنتين وتحديدا يعني التصريح اللي لقيته في قبله ب 17/3/2012 قلت لا للتمديد، التمديد هو غير ديمقراطي، لذلك الدستور حاطت أجوبة لكل الحالات الفراغ وغير الفراغ، فلنطبق الدستور بحذافيره. من كانوا ينادون بالرئيس القوي صححوا المفهوم وقالوا الرئيس التوافقي. هذا لا يعني أنه الرئيس التوافقي أنه ما لازم يكون من طرف، بس بهم مواقف هذا الرئيس قبل ما يعمل رئيس شو هي. مقاطعة جلسة الانتخاب ليست عملا ديمقراطيا ويجب عدم تضليل الناس، قال الرئيس. الديمقراطية تنص على النقاش ثم التصويت، النقاش فالتوافق وإذا تعذر فالتصويت. إذا بتعطل النصاب بس هذا بيكون لنهار أو نهارين أو لقبل الظهر. لم أجد أي أمر يعطل، لا أجد أي أمر يقتضي أو يسمح بتعطيل النصاب في هذه الفترة. وعن اتصاله برئيس حزب القوات اللبنانية بعد ترشحه رد سليمان: لقد حييت البرنامج الذي طرحه جعجع وهو برنامج وطني سيادي. أما ماذا سيحصل في 25 من أيار؟ بدك تسألي رئيس مجلس النواب. اللي بعرفه أني أنا طلع عبيتي بخمسة وعشرين مش بستة وعشرين، مغلطين الشباب بيعرفوا أنه بأربعة وعشرين آخر نهار لألي. وفيما يشبه عظة وداع الرئيس، أشاد البطريرك الراعي بقوله الحقيقة في وجه الجميع في الداخل والخارج وحمايته الدستور على أن ينصفه التاريخ ويقول فيه الكلمة الفصل. ونأمل أن يظل الاستحقاق الرئاسي بمنأى عن لعبة المال. إننا معكم فخامة الرئيس نناشد نواب الأمة القيام بدورهم المشرف الذي يوجب عليهم الحضور في كل الجلسات الانتخابية التي يدعو إليها رئيس المجلس. وكرر الراعي أن مواصفات الرئيس الجديد تكمن في شخصيته وأخلاقه ومهارته وتراثه الوطني. قداديس الفصح عمت الكنائس في جميع المناطق والكلمات ركزت على الاستحقاق الرئاسي. ارفعوا أيها الرؤساء أبوابكم وارتفعي أيتها الأبواب الدهرية ليدخل ملك المجد. اليوم يوم القيامة. هو يوم القيامة والفصح فصح الرب. في كاتدرائية مار جورجيوس للروم الأرثوذكس قداديس قيامة السيد المسيح بدأت برتبة الهجمة، وكانت مناسبة أمل فيها متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران ليس عودة جميع المخطوفين إلى ذويهم وعودة المطرانين المخطوفين، ودعا لوضع مصلحة الوطن فوق كل مصلحة، لأن في خلاص لبنان خلاصا للجميع وفي خرابه خرابا للجميع. وإذا تم خلال المهلة الدستورية انتخاب رئيس للجمهورية أو رئيسة نكون قد خطونا خطوة كبيرة نحو وضع لبنان على الطريق الصحيح، لأن أي جسم بدون رأس لا تكون حركته متناسقة، كذلك عمل الجسم بلا كافة الأعضاء لا يكون كاملاً، لذلك يجب أيضا ملء الشواغر في كافة إدارات الدولة.
قيامة المسيح هي انتصار للمحبة. بهذه الكلمات توجه رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر إلى المؤمنين في قداس الفصح في منتصف ليل السبت الأحد في كاتدرائية مار جرجس المارونية في وسط بيروت، وكانت دعوة إلى مواجهة الاستحقاق الرئاسي بنجاح. نحن نتمنى الخير لجميع الراغبين في خدمة الوطن على مستوى رئاسة الجمهورية، لكننا نتمنى عليهم وعلى محاسبيهم وعلى نواب الأمة جمعاء أن يبدأوا عملية التشاور الفعلية ليروا من هو رجل المرحلة في الظروف الراهنة ويجمعوا عليه. فنحن لا نريد بالنهاية جمهورية بلا رئيس، كما لا نريد أيضا رئيسا بلا جمهورية. قداديس الفصح عمت أيضا كنائس لبنان كافة، وكانت دعوات إلى الفرح والحياة بهذا العيد، عيد انكسار الجحيم وقيامة المسيح. تمنى الرئيس السوري بشار الأسد في يوم قيامة السيد المسيح ومن قلب معلولة تمنى عودة السلام والأمان والمحبة إلى ربوع سوريا كافة. وقال الرئيس الأسد وفق ما ذكر التلفزيون السوري إنه لا يمكن لأحد مهما بلغ إرهابه أن يمحي تاريخنا الإنساني والحضاري، مشيرا إلى أن معلولة ستبقى مع غيرها من المعالم الإنسانية والحضارية السورية صامدة في وجه همجية وظلامية كل من يستهدف الوطن. وعيد الفصح في إيران له معنى خاص. لعيد الفصح أو عيد الطهارة كما يسمى بالفارسية لون آخر في إيران. أقيمت المراسم هنا في الكاتدرائية الأرمنية في طهران، والتي تستقبل التجمع الأكبر للأرمن والذين يشكلون غالبية أمام طائفتي الكلدان والآشوريين بين مسيحي إيران. حتى وإن كان المسيحيون أقلية، يبقى للفصح في الجمهورية الإسلامية معنى خاص. قيامة السيد المسيح وصعوده إلى السماء يعني أنه خلق من جديد وأنه تطهر من كل ما مر به، ولهذا نحن نطلق على عيد الفصح اسم عيد الطهارة، فهو عيد الحياة الجديدة. من المهم جدا مشاركتي في كنيسة في إيران، أنا سعيدة للغاية، فأنا فرنسية واستطعت أن أجد كنيسة هنا وفيها الكثير من الحاضرين. قد لا تلحظ أجواء العيد في أماكن كثيرة في إيران، فالأقلية التي لا تتجاوز نسبتها 3% والتي تستقر في المدن الكبرى تتناقص أعدادها. لا تكمن المشكلة في حرية ممارسة الطقوس على الإطلاق، وإنما بقلة عددهم مقابل بقية الإيرانيين، وبهجرة الشباب للدراسة أو بحثا عن فرص عمل في الخارج. هجرة الشباب موجودة في إيران أو في غيرها من البلدان، والأسباب كثيرة، وللحد من هذه الهجرة يجب محاولة إيجاد فرص عمل لهم، ومن المهم لنا نحن المسيحيون أن نحافظ على وجودنا وعلى عددنا هنا في إيران. تجمع مسيحي إيران للمناسبات يصبح ضرورة أكثر من أن يكون أحياء لطقس أو عيد، فعندما يكونون أقلية يصبح معنى العيد أهم وأعمق. فرح الزمان شوقي للمؤسسة اللبنانية لإرسال إنترناشنال من داخل الكاتدرائية الأرمنية في طهران. وفي العالم قداديس في يوم القيامة، والبابا دعا الكاثوليك إلى حمل الإيمان حتى أقصى المعمورة. الفصح يعني شيئا جميلا واستقاء طاقة جديدة من جذور إيماننا. كلام للبابا فرانسيس في رسالة عيد الفصح في كاتدرائية القديس بطرس، رسالة دعا فيها إلى حمل الإيمان حتى أقصى المعمور، كما تطرق فيها إلى الأزمة الأوكرانية، داعيا الأطراف المعنيين إلى إطلاق مبادرات لإرساء السلام في هذا البلد بدعم من المجتمع الدولي. وفي كنيسة القيامة في القدس، المكان الذي دفن فيه السيد المسيح قبل أن يقوم من الموت، شارك المؤمنون والحجاج من دول العالم بقداس الفصح الذي ترأسه بطريرك القدس للاتين المونسينيور فؤاد الطوال. كذلك رفعت الصلوات في كنيسة المهد في بيت لحم. وسط احتياطات أمنية، رفع بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تودروس الثاني الصلاة من أجل الأمن والازدهار، وذلك في خلال قداس فصح منتصف الليل في كاتدرائية القديس مرقس. وإلى روسيا، حيث احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية بالفصح، وكانت مشاركة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع زوجته بقداس العيد في موسكو الذي ترأسه البطريرك كيريلوس الأول.
وتتابعونا بعد الفاصل قهوة الكمال 24 على 24. أهلا بكم من جديد. أمل وزير المال علي حسن خليل في مشاركة فاعلة لكل مكونات المجلس النيابي في جلسة انتخاب الرئيس الأربعاء المقبل. نريد لهذه الجلسة أن تكتمل، أن يكون هناك نصاب ومشاركة واسعة من كل مكونات هذا المجلس. هذا ما نعتقد أنه سيحصل في جلسة يوم الأربعاء، حتى ولو لم يحصل انتخاب من الدورة الأولى، لكن مثل هذه الجلسة ستضع الأمور على سكة العمل الصحيح باتجاه الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل انتهاء المدة الدستورية. في وزارة الداخلية التقى الوزير نهاد المشنوق في حضور رئيس شعبة المعلومات العميد عماد عثمان تقى وفدا من أهالي الطفيل، عرض له الوضع المأساوي الذي يعيشه الأهالي، وأكد الوزير العمل على مساعدتهم وإيجاد حل لمشكلتهم. استقبال رسمي وعائلي في فرنسا للصحفيين الفرنسيين الأربعة الذين كانوا محتجزين في سوريا، والرئيس الفرنسي يثير موضوع الكيميائي السوري. في تطور جديد له علاقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا رغم حظرها، أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أن بلاده تملك بعض العناصر التي تفيد باستخدام النظام مجددا لهكذا أسلحة، ولكنه قال بأنه لا يملك أدلة يمكنه تقديمها، لافتا في حديث مع إذاعة أوروبا واحد أن النظام أظهر الوسائل المخفية التي يستطيع استخدامها، وفي الوقت نفسه يرفض أي انتقال سياسي. الرئيس الفرنسي تطرق إلى الوضع في سوريا في خلال استقباله أربعة صحفيين فرنسيين في قاعدة عسكرية جنوب فرنسا كانوا محتجزين في سوريا من قبل تنظيم جهادي منذ حزيران الماضي، وأفرج عنهم يوم السبت عند الحدود السورية التركية. Je veux enfin rappeler que la France fait en sorte que la Syrie retrouve enfin la liberté, la démocratie. Nous avons mené la politique qui convenait. Nous avons voulu que les armes chimiques puissent être détruites. Nous faisons tout pour qu'il puisse y avoir une négociation qui permette enfin cette transition politique. C'est dur, très difficile. الصحفيون الأربعة هم إدوار الياس وديديي فرانسوا ونيكولاي إنان وبيير توريس، وكان في استقبالهم في قاعدة فيلا كوبالي إلى جانب الرئيس أولاند أفراد عائلاتهم وأقارب وأصدقاء لهم. وروى الصحفي نيكولاي إنان إنه قام بمحاولة فرار فاشلة، لافتا إلى أنه كان ينقل من مكان إلى آخر. Je pense qu'effectivement, au moment où on s'est fait attraper, il fallait être en Syrie pour faire notre travail. C'était le moment des armes chimiques. Il y avait un risque, on l'a pris, on l'a assumé. Nos rédactions l'ont assumé, nous l'avons assumé. Nos familles, elles ne l'ont pas choisi comme nous l'avons fait. Et c'était dur pour elles. On est très heureux qu'elles aient traversé cette épreuve, qu'on leur impose. Et voilà. Je m'excuse, je suis un peu ému. Merci à tous. الرئيس الفرنسي وصف إطلاق الصحفيين الفرنسيين بأنه يوم فرح لفرنسا، وهي فخورة بأن يكون لديها مواطنون أمثال هؤلاء. حي الوعر في حمص يدفع ضريبة الجوار ويعيش أسوأ أيامه. لا هو من أحياء حمص المحاصرة، ولا هو ينعم بالحرية والأمن. هو حي الوعر الذي يشهد هذه الفترة أسوأ أيامه. ذنبه أنه يقع في محاذاة أحياء حمص القديمة والمحاصرة التي يحاول النظام اقتحامها، وفي الطريق إلى حمص القديمة يدفع حي الوعر ضريبة الجوار وثمن سيطرة المعارضة عليه، فيدكه النظام بمختلف أنواع القذائف والصواريخ. حي الوعر هو من أكبر الأحياء الواقعة تحت سيطرة المعارضة في حمص، وقد تحول في فترة الحرب إلى ملجأ لعشرات آلاف النازحين، ما رفع عدد قاطنيه إلى ما يقارب الثلاثة أضعاف ليصل إلى نحو 300 ألف نسمة. يا خاليش فتحونا طريق وقالوا نطلع وما طلعنا، وإذا طلعنا وين بدنا نروح؟ رحلات النزوح إلى الوعر جعلته أكثر أحياء حمص ازدحاما بعدما كان أفضلها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
تقول مصادر النظام إن نحو 2500 مقاتل يتحصنون داخل حي الوعر، وأنهم كانوا يتواصلون مع مقاتلي أحياء حمص القديمة المحاصرة بواسطة أنفاق الصرف الصحي الواصلة بين المنطقتين، وهذا ما دفع قوات النظام إلى إغلاق تلك الأنفاق. هذا تحت الأرض، أما فوقها فكان النظام ولا يزال يسيطر على مداخل الحي، لكن هذه المداخل تطالها نار المعارضة من أبنية مطلة. لذلك كان توافق ضمني في الفترة الماضية على قيام نوع من المساكنة بين الجانبين سهلت عملية الخروج والدخول إلى الحي. بعد إطلاق النظام عمليته العسكرية الأخيرة في أحياء حمص القديمة لم يعد الانتقال من الوعر وإليه آمنا، أما مصير قاطنيه فتختصره نداءات الاستغاثة التي وحدها هذه الأيام تخرق الحصار. وقهوة الكمال صامدة وسط دمشق وتفتح أبوابها ل 24 ساعة متتالية. يا مال الشام يا الله يا مالي طال المطال يا حلوة تعالي. وكأنها على جزيرة بعيدة لا تعرف صوت القذائف والرصاص ولا رائحة الموت، فهي بقعة سورية لم تهرب الحياة منها بعد. في قلب العاصمة دمشق لا تزال قهوة الكمال صامدة رغم مرور 120 عاما على بنائها، وليس بعيدا من الحرب القاسية استمر هذا المقهى بالعمل حتى أنه يفتح أبوابه 24 ساعة أمام رواده الذين يقصدونه للعب الورق، الشطرنج، الطاولة، وكل ذلك لا يكتمل إن لم تكن الأرجيلة حاضرة والقهوة والشاي عن نار. ورغم أن المكان ما زال يحافظ على كل ما هو قديم وشعبي إلا أن الإنترنت وجدت طريقها إليه، فجزء من رواده شباب. كل زاوية في هذا المكان تحمل أسراراً، ذكريات وحكايات، وهي خيوط أمل يتشبث بها من أدمن عالم دمشق القديمة وأيامها بالأمس، أيام بعيدة كل البعد عن جحيم اليوم. وتتابعون في النشرة بعد الفاصل مواجهات الأقصى. أحييكم من جديد. اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الأحد 16 فلسطينيا خلال تفريق اشتباكات بين الشرطة ومصلين فلسطينيين في المسجد الأقصى. وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن الاشتباكات اندلعت عندما قامت الشرطة بفتح باحات الحرم لزيارة غير المسلمين في ساعاتها المعتادة، مشيرا إلى أن المصلين الفلسطينيين قاموا بإلقاء الحجارة والمفرقعات على الشرطة التي ردت باستخدام قنابل الصوت، وقد انسحبوا بعدها إلى داخل المسجد الأقصى حيث لا تستطيع الشرطة الدخول. وبعد مرور 4 أيام على غرق العبارة في كوريا الجنوبية، بعض الأهالي لا يزالون يعيشون في الأمل. على الرغم من مرور 4 أيام على غرق العبارة الكورية الجنوبية وعلى متنها 476 شخصا معظمهم من التلاميذ كانوا يقومون برحلة مدرسية، ما زالت عائلة تلميذ ابن 16 من العمر الذي وعد شقيقته الكبرى في اتصال هاتفي أخير مؤثر من العبارة وعدها بالخروج منها على قيد الحياة، ما زالت عائلته تتمسك بالأمل رافضة التسليم بأنه قد يكون قضى في الكارثة. والد التلميذ قال لفرانس براس: لطالما كان فتى قوي العزيمة وأعتقد حقا أنه سيجد وسيلة للنجاة. في هذا الوقت واصلت فرق الإنقاذ انتشال جثث الغارقين، وحتى صباح الأحد تمكن الغطاسون من انتشال حوالي 20 جثة من العبارة بعدما حطموا قوة إحدى مقصورات الركاب قبيل منتصف الليل الماضي. وتكون بذلك وصلت حصيلة الحادث المأساوي إلى 49 قتيلا، فيما لا يزال 253 شخصا في عداد المفقودين ومعظمهم من الأحداث.
القبطان واثنين من أفراد طاقمه اللذين أوقفا فجرا لاتهامهما بالإهمال والتقصير في ضمان سلامة الركاب في انتهاك للقانون البحري، أكد أنه لم يكن هو من يقود السفينة عند وقوع الحادث، بل كان يقودها أحد أفراد الطاقم ويدعى جو ويبلغ من العمر 55 عاما، وهو كان بإمرة فتاة لم يسبق لها أن أبحرت في هذه المنطقة التي تصعب فيها الملاحة. في هذا الوقت استأنف حوالي 200 شخص من أقرباء الضحايا والمفقودين صباح الأحد مسيرة احتجاجية إلى مقر الرئاسة في سيول واشتبكوا هناك مع الشرطة. وفي خبر أخير في هذه النشرة، قتل ما لا يقل عن 42 شخصا وأصيب 17 آخرين بجروح لدى اصطدام حافلة وجرار قرب مدينة سكر في ولاية السند جنوب باكستان. وبين القتلى والمصابين في الحادث العديد من النساء والأطفال، فيما لم تتضح بعد أسباب الحادث. ختام هذه النشرة، فصح مجيد وإلى اللقاء.